السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وصوموا وتفطروا على خير، وخلاص دخلنا العشر الأواخر. إن شاء الله ربنا يتقبل منا الصيام والقيام، ويا رب يرفع علينا البلاء الذي يصيب العالم هذه الأيام. معاكم دكتور فواز أحمد بكري، سينيور سبيشاليست جنرال أدلت سايكايتريست إرادة تبوك منتال هيلث هوسبيتال. طبعا زي ما انتم عارفين، مواصلة لسلسلة المحاضرات تجمع خريجي كلية الطب جامعة الرباط الوطني. اليوم حتكون المحاضرة عن الكوفيد 19 عن منتال هيلث. قبل ما أبدأ أحب أشكر شكر خاص لدكتور ياسر محجوب وجمعية الأطباء النفسيين في أمريكا، لأني أخذت منهم ريسورسز، شكرا لهم جزيلا. شكر خاص لدكتور محمد حسن ضفع الله ودكتور أحمد دوبي ودكتور آيات على المساعدة والدعم، لهم جزيل الشكر. والآن إن شاء الله ندخل على المحاضرة، وبرضو نشكر كمان باشمهندس عبد المحسن على مساعدته. شكرا للجميع ونبدأ، يلا. طيب أوكي، as overview عاوزين نتكلم as overview شنو اللي حنتكلم الليلة عنه في المحاضرة. حتكلم الليلة في المحاضرة عن عدة نقاط. حتكلم عن الستريس، and I will talk about the stress and how the effect of the stress on the brain and how the general population and frontline medical teams how can they coping with it. برضو حتكلم عن ال vulnerable mental health disorders which can happen during the pandemic and after pandemic, and how to work at mental health hospital during the pandemic. Okay. وإن شاء الله هنمر على النقاط دي بشكل واضح، وإذا في أي أسئلة بعدك ممكن في آخر المحاضرة أنتوا تكونوا معي وتسألوا أسئلتكم. أوكي، بعد ده خلاص نبدأ ندخل. خلينا نتكلم عن الـ as introduction. The main issue the main issue with this disease is the mysterious. Okay, is the mystery. طيب معنى الكلام ده شنو؟ المقصود هنا في الـ في الـ الـ المقصود هنا انه واحنا يعني اكثر حاجه بتميز المرض ده هو الغموض الذي يكنفه، وانه هو مرض جديد، ففي كميه من الابديتس كل يوم طالعه، وكل يوم يجيبوا كلام عن الديفرنت بريزنتيشن. اي نعم احنا عارفين انه هو بيشبه نيومونيا لايك سيمبتومز، لكن طلع في كلام انه كود بي لايك يعمل ثرومبوزيز، انه جليان باري سيندروم. فكمية النيو ابديتس دي بتخلي انه ديلي بيكون في change in the measurements، وبتكون challenging measurements for the government and the minister of the health and for population. فده كله بيخلي يكون في ستريس على كل العالم، سواء كانت مؤسسات او افراد. بالاضافة لانه still yet there is no approved medication or vaccine، وده بيزيد الاسترس على المنظومة كاملة. طبعا ما ننسى الأثر الاقتصادي لأثر أثرته البانديميك على الأفراد وعلى المنظومة. تمام؟ أوكي. طيب. So قال لك there is a consensus that the COVID-19 pandemic does not only affect physical health but also mental health and well-being. The current pandemic is changing priorities of a psychiatrist and other mental health professional. قال لك انه يعني البانديميك دي ما اثرت بس على الصحه الجسديه للافراد، بل اثرت عليهم كمان من الناحيه النفسيه والعقليه، وده عمل تغييرات في الاولويه بتاعت الاطباء النفسيين والمنظومه بتاعت الطب النفسي في العالم. اوكي؟ اوكي. طيب معليش انا بحاول انه ما دا اسرع عشان ما اتقل على التكنيكال ايشوز. عايزين يعني انها تكون الحاجات واضحه وما يحصل خلل او الناس تفقد البوصله معي خلال المحاضره. اوكي طيب so I will go continue. دكتور تيديريس قال addressing mental health needs integral part of COVID-19 response. قالوا انهم الفترة الجاية خلال اسبوعين حضرت له
كلام في الـ في الـ في الاخبار انه اللي حيحرك واحده من الخطط العلاجيه المهمه لازم يتضمنوها هو الخطه العلاجيه فيما يخص الطب النفسي، لانه عارفين انه البانديميك دي هتعمل اثر كبير جدا على كل العالم، افراد ومؤسسات من الناحيه النفسيه سواء خلال البانديميك او بعد البانديميك. طيب ايه هي التشالنجز اللي هي بتخلي ايه هي التشالنجز اللي هي بتخلي البانديميك بهذه يعني بشكل الاستريس ده؟ انتوا يا جماعه معايا متابعيني؟ اوكي تمام. طيب ما هو في تغييرات معينه بتخلي البانديميك دي، في تشالنجز معينه خلت البانديميك دي سو ستريسفول على الافراد عموما. اول حاجه الايكونوميكال تشالنجز، في كميه من المؤسسات والدول والحكومات والشركات يعني بقت ما قادره تشتغل، الاعمال بتاعتها واقفه، حتى الناس اليوميه بقوا ما بيمشوا الشغل، فده اثر على المنظومه الاقتصاديه لكل العالم وعلى المستوى الفردي. في ناس تم يعني رجعوهم من الشركات ووقفوهم، وقفوا مرتباتهم، واحدين عديد قالوا لهم استغنوا عنهم يعني، فدي مشكله كبيره جدا. وانتوا عارفين يعني الانسان يعني لما يتلمس في الاكل والشراب دي قد تكون حتى بالنسبه لناس كتار اسوأ من البانديميك نفسها. السوشيال ايزوليشن، لينا زمن طويل جدا ما لقينا احبابنا ومجتمعاتنا وكنا قريبين منهم بالقرب المطلوب، وزمن من المناسبات والافراح والاتراح، حتى الناس ما بتقدر تقيف مع بعض في الاعزاءات. طبعا يا جماعه انا 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 فضلت المحاضره دي معلش اني اقولها بايلينجوال عشان شنو؟ عشان يعني تكون واضحه وما تكون قرايه اكثر من انها انا اقدر انه اشرح واوضح النقاط المهمه. طيب بعد ذاك واحده من التشالنجز ديكريز الاكسس تو ريليجيوس اند كوميونيتي سبورت. لنا زمن ما صلينا صلاه الجمعه في المساجد، الان احنا في رمضان ما في تراويح، فدي لها اثر كبير جدا. The disruption of daily routine and change in the environment and social norms. يعني الروتين بتاعنا اتغير. كنا زمان كويس، دكتورة ليلى قالت معاي فده كويس، تمام حمد مش حمد. طيب تمام كلام طيب، معناته انتوا معاي ده كلام كويس. طيب the disruption of daily routine and change in the environment، يعني زمان كنا الناس كانت بتطلع تمشي تتفسح، تمشي الحدائق، تمشي شارع النيل، تعمل برامجها، الاعمال، الجامعات كانت شغاله، السفر بين الولايات، السفر بين المطارات، في كميه من الحاجات تعطلت في الحياه، فدي برضه سو ستريسفول سيتويشن فور ذا بيبل. بعد كده الفير اوف ذا انس اند فير اوف ذا ديث، الخوف من المرض والخوف من الوفاه نفسها، يعني بقت الناس خايفه انها تصاب بالمرض. الخوف من المرض في حد ذاته هو ده اللي بيخليك دائما انت سو ستريسفول، وكمان اذا كنت انت حاسس انه انت من الفئه الريسك عليك عالي، زي ال ابوف 60s، الناس اللي عندهم كوموربيد ميديكال كونديشنز لايك هايبرتنشن، كارديك بروبلم، ديابيتس زي ما ذكروا ماي كوليج في البريفيس برزنتيشنز، فدي كلها بتخدك اندر ستريس انه انت ممكن يجيك المرض، تمام؟ واذا جاك انت ممكن تموت، يعني يمكن ما يجيك لكن انت دائما في حاله ستريس انه يجيك المرض ده. فكل التشالنجز دي مخليانا نحن نكون سو في يعني في ستريس شديد جدا. طيب تمام اوكي حلو جدا. خلونا نحن طيب خلونا نحن نتكلم عن الستريس. حقيقه انا نزلت التعريف لكن واضح انه حصل خلل قبل ما ابدا المحاضره، لكن ما في مشكله. الستريس انا هشرحه لكم هتفهموه ان شاء الله. الاستريس يعني ممكن نختصره في تعريفين، تعريف الاستريس نفسه كسيتويشن، وتعريف الاستريس نفسه از فاكتور. از سيتويشن انه هو ذا بودي ريسبونس تو ذا ستريس، يعني انت ذا بودي ستيتس وين يو ريسبونس تو سبيسيفاي اور بارتيكولار كونديشن، يعني ردة الفعل بتاع جسمك لما تتعرض لحالة معينة وتكون حالة so threatening to you، سواء في انت بعد ذاك بيختلف تعريف الحالة انت بالنسبة لك شنو هي threatening to you. اوكي؟ وقال لك انه الريسبونس تو سيتويشن ده from for the people في huge difference between them. بتعتمد على الجينيتك بتاعتك، تمام؟ وكذلك بتعتمد على حسب التربية اللي انت قمت بها والظروف اللي قمت بها. طيب؟
طيب الاستريس نفسه اللي هو التعريف الموجود هناك as a factor انه هو could be انه قال لك could be external from the environment or psychological or social situation زي شنو يعني could be انه انت عندك مشاكل في العمل مشاكل social مثلا مشاكل مع زوجتك مشاكل مع اسرتك مشاكل مع زملائك او internal او internal خارجية قلنا external ذكرنا امثلة internal قد تكون اصبت بمرض مثلا لانه هو فيه بور بروجنوزيس ومؤثر عليك من الناحيه يعني جاء الدكتور قال لك انت والله يا اخي انت جاك مرض فلان فلاني وانت طبعا هنا حتخش في ستريس وحتنشن كده طيب يلا البانديميك البانديميك بتاعت الكوفيد 19 دي تخيل انه فيها يعني فيها ال فيها 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 كومبلكس او من الستريسرز دي اللي هي انه انت بقيت اول حاجه انت ممكن تصاب بمرض او قد تكون اصبت بمرض ده نفسه ستريسر بقيت ما بتحتك بالسوشيال بتاعتك في الستريسر انك انت بقيت متباعد من الناس بقيت ما شغال فشوفوا كميه الستريسز اللي عملها الكوفيد 19 ما بس كانه سوى في نفسه بل كذلك الستريسز اللي معاه ف اتس سو ستريسفول سيتويشن يعني اوكي فزي ما عرفنا انه الستريس هو سيتويشن وهو فاكتور اوكي وقفنا كتفة الستريس دي اتمنى انها واضحة اوكي طيب طيب هنا ده البانديميك ستريس ريسبونس قبل ما اخش على البانديميك والستريس ريسبونس همشي للسلايد اللي بعديها اللي هي بتتكلم عن السلايد اللي بعديها اللي هي بتتكلم عن الباثوفيسيولوجي اوف ستريس هو ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل في الباثوفيسيولوجي اوف ستريس بالنسبه للانسان طيب بيقول لك انه زي ما انتوا اغلبكم از دكتورز قريتوا عن الفايت اون فلايت باي سمباثيتك اند باراسمباثيتك المثال المشهور جدا وكلكم درستوه في الفيسيولوجي انه انت اذا تعرضت لسيتويشن خطير قدامك القصة دايما سمعتها كثير انا شخصيا انت كنت ماشي لقيت اسد لقيت دب المهم فانت هنا يور بادي بيبدا يشتغل بتشتغل يور هارت يور برين يور سبيريتي سيستم اول يور بادي سيستم بيجين تو ورك تمام وده كله بيحصل بيقوم بيعمل عندك ال HPA سيستم بيطلع الكورتيزول عشان يخليك في الاهبه بتاعتك سواء ان انت بقيت شجاع بزياده وقررت انك تواجه الخطر او انه انت يو تشوز السيتويشن انك او انك انت تهرب وتمشي في النهايه انه هو ال HPA سيستم ده عن طريق الكورتيزون بيهيئك بطريقه معينه يخليك انه انت قادر تواجه الاستريس بتاعك فده ده 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 ده, 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 ده التفسير بتاع انه كيف الاسترس بيحصل بتاع واثره على البرين بتاعنا طيب الكلام ده انتم ممكن تكونوا عارفينه وكده طيب هو ايه اللي بيهمنا نحن في الموضوع ده انتوا فهمتوه الان وانا عارف ان انتوا عندكم فكره وشرحناها لكم لكن اللي بيهمنا حقيقه اكثر في المحاضره دي هو البانديميك اند ستريس ريسبونس ما هو الاسترس ده في حد ما نورمال تمام لكن متى يتحول من يعني انت ما زال الاسترس بيجيك في الامتحان او الاسترس ذكرناه مثلا في حكايه الفايت اور فلايت لكن متى يبقى هو يبقى سو ستريسفول سيتويشن ويبقى يعني طالع من حد النورمال طيب هنتكلم عن الحته بتاعت البانديميك اند ستريس ريسبونس اللي عملوها العلماء لكن حصبوا شويه عشان تشكل ال 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 الشبكه ماشيه كيف اوكي اوكي طيب حنكمل العلماء يتكلموا عن البانديميك اند ستريس ريسبونس قالوا انه البانديميك والستريس ريسبونس هم شافوها في الـ في الـ
في البانديميكس المختلفه، قالوا انه لما تيجي بتجي للجنرال بوبيوليشن هم بيمروا بثلاثه مراحل. المرحله الاولى هي الالارم، انه انت بتجي بتعرف انه في خطر، بتعرف وبيبدا الاتش بي اي سيستم بتاعك بيشتغل وبيطلع الكورتيزول بتاعك ويبدا يشتغل، هو زي ما قلنا بتاع السمبثيك والباراسمبثيك. بيبدا بعد شويه بيخش في مرحله طويله بيلقوا انه انت الاستريس لسه مستمر وكونتينوس، فانت هنا الكرونيك ستريس بيخليك تقوم تعمل ريزيستنس، بتقوم شنو بتواصل جسمك البرين بتاعك بيطلع لك الكورتيزول عشان انت تبدا تقاوم الكرونيك سيتويشن. لكن ايه اللي بيحصل لما الموضوع يطول اكثر من اللازم؟ بيخش في الليفل الثالث اللي هو اكزوستشن. فانت في البدايه بيكون الارم وده بيكون في الحد المعقول، بعشان ريزيستنس طال شويه لكن انت قادر تستحمل وقادر تقاوم، لكن بتخش في المرحله الثالثه لما الستريس سيتويشن يبقى مطول وده بدخلك في محطه اكزوستشن. وده بفسر انه انت مثلا ممكن لما تتعرض في ستريس معين في حياتك غير البانديميك حتى ممكن يوم يومين ثلاثة تستحمل، لكن لما يكون قاعد طوالي بعد اسبوعين ثلاثة شهر شهرين تجد انك انت ما قاعد تستحمل لانه انت حصل لك اكزوشن وبيرنينج اوت من الكرونيك ستريس، وبالتالي دخلك في الحتة بتاعة الاكزوشن، ودي هي الحاجة اللي هي بتبدا تخلي الناس في حتة بتاعة ارهاق. تمام؟ شكرا لكم. انا ايوه عليك الله واصل اقول لكم يعني بتلف عشان انا اكون عارف، لانه صراحه خايف من المشكله بتاعت التقنيه دي جدا. تمام، ممتاز انكم انتم معاي وفاهمين. طيب شرحنا الاستريس وشرحنا الايفكت بتاع الاستريس واتكلمنا عنه من ناحيه بتاعت الباثوفيسيولوجي والبانديميك ستريس ريسبونس. طيب ايه هي، نخش في الجزء الثاني من المحاضره، what are the vulnerable mental health disorder that can happening during the stressful situation like a pandemic even during the pandemic or after the pandemic. طيب اشرح، طيب حنقول اشرح حاجات. اول حاجه هي اشرح حاجه PTSD، تمام، هي والديبريشن والانكزايتي. لكن مكتوب عندكم في السلايد هنا اول حاجه الادجستمنت. طيب انا هشرح لكم الادجستمنت بعدك حنجي للباقيات. الادجستمنت ديس اوردر ده ممكن للسايكاتريست يكون كلير، لكن ليكم انتم ممكن بعض الدكاتره ما يعرفوه. الادجستمنت ديس اوردر ده هو واحده من التروما ريليتد ديس اوردر، هو من اسمه ادجستمنت ديس اوردر. ذاتس مين ات ذس ذا بيرسون وي هي كون يعني حصل له مشكله في الادابتيشن بتاعه او وين ذا ادجست سم ستريسفول سيتويشن. طيب اشرحها لكم بلغه ابسط، يعني دي المرحله دي حاله بيكون فيها الفرد مر بستريس سيتويشن وما قادر يتكيف معاه. واحده من الامثله المشهوره بتجيب الادجستمنت ديس اوردر زي مثلا انت عندك طالب تخرج من الثانوي ومشي الجامعه ولقى مثلا منحه، خلينا نقول في دوله كالسويد من السودان او اي دوله عربيه، كان في دوله عربيه عايش مع اهله ابوه وامه واخوانه، فجاه مشى دوله جديده او دوله مختلفه تماما وعايش براهم. فاول ثلاث شهور الوضع الطبيعي انه جزء كبير من الناس بيتكيفوا، لكن في نسبه منهم ما بيتكيفوا وبكونوا عايشين في فتره بتاعت انكزايتي وحاجه كده شبيهه من الدبريشن. تمام، هنا ده بسموه ادجستمنت ديس اوردر. تمام، هو ما واصل بحاجه الدبريشن والانكزايتي لكن الزول ده ما قادر يتكيف زي باقي زملائه. تمام، وهي عندها امثله ثانيه كثيره غير موضوع السفر ده، فده بسموه ادجستمنت ديس اوردر، انت بتكون مر بسيتويشن جديد عليك وانت ما قادر تتكيف عليه، وده غالبا بيعالجوه بالسايكولوجيكال انترفينشن مور لايكلي مور ذان سايكوفارماكولوجي، يعني اكثر من انه يدوه ادويه. طيب عرفت الادجستمنت ديس اوردر، بعد ذاك حنتكلم عن البي تي اس دي. بي تي اس دي هي بوست تروماتيك ستريس اوردر، والناس بيفتكروا ان البي تي اس دي بس بتجي بس مع الناس ناس الحروب او مثلا الناس بيفتكروا انه ناس الحروب او مثلا الناس اللي تعرضوا للتعذيب او الناس اللي او تعرضوا لحادث، لا ممكن برضه تجي خلال اي سيتويشن خطير وثريتنينج تو يو ممكن تجيك. تمام، فانه انت يجيك مثلا الكوفيد 19 دي وتعبتك شديد او جات لزول عزيز عليك بمناسبه ممكن يجيك بي تي اس دي اذا جاء ثريتنينج سيتويشن لزول قريب لك جدا. طيب اوكي فطيب ممكن تجيك يعني ممكن بي تي اس دي تجيك وممكن تجي لزول كلوز تو يو، هي الفكره انه تكون ثريتنينج
حاجه خطيره تصيبك او تصيب الناس العزيزين عليك. فبيديك البي تي، طبعا البي تي اس دي بيميز دايما الفلاش باك والانتروسيف ميموري، ممكن تمشي تقرا عنها بزياده، وبيقولوا انه الريسك بتاع البي تي اس دي بيزيد اضعاف مضاعفه عند الناس اللي دايما عندهم خوف بزياده انهم يموتوا. بعد ذاك الدبريشن، معروف الدبريشن اللي هو لو مود وفاتيجيبيتي ولاك اوف انترست والانكزايتي. طيب ديل اربع في البدايه ديل ومعهم الجريف، هم ديل اربع اكثر اربع خمس حاجات بيو مع ستريسفول سيتويشن لايك البانديميك. طيب الجريف ده، الجريف هو حاله، هو حاله الحداد، وهو ممكن يكون باثولوجيكال جريف، يعني لما يموت زول عزيز عليك و يموت زول عزيز عليك وتبدا تكون متنشن وما قادر انت اسم شنو ده يعني تتكيف على الموضوع. الجريف بيحصل هو احيانا بيكون باثولوجيكال، يعني اي زول مات على زول عزيز عليه يوم يومين ثلاثه اسبوع بالكثير وممكن خلاص يتخطى الموضوع، لكن في ناس لا شهور، في ناس يبكي بفتره طويله جدا، يعني هو يكون دخل في حاله بتاعت حداد سيئه جدا، ومتوقع انها تحصل كثير الفتره الجايه لانه حاله الوفيات ماشيه في ازدياد انفورشنتلي. طيب بعد ذاك ممكن الانكزايتي طبعا متوقع جدا. عندكم الاو سي دي والسايكوزيس، الاثنين دول تحديدا هم ومعهم الاو سي دي والسايكوز والبايبولر، هم يعني هم ممكن يعني هو نفس البيت، هم الاستريس بتاع البانديميك حيكون از بريسيبتيف فاكتور، يعني البانديميك ما ممكن يعمل سايكوز، لكن هي الفكره بيكون انه الشخص ده في القابليه بتاعته في البيرسوناليتي بتاعته سواء شخصيته او في استعداده الجيني بيكون عنده استعداد انه يصيبه سايكوز او او سي دي، فبكون البانديميك ده از ستريس سيتويشن بيطلع المرض. تمام، هناك في الدبريشن والبي تي اس دي والادجستمنت ديزورد والجريف هو بيكون يعني سبب قوي جدا فيها، هنا في السايكوز والاو سي دي بيكون عنده دور في انه يظهر المرض، المكان اصلا المريض بيكون عنده استعداديه. طيب طيب بعد ذاك الادكشن انت حتكون از ستريس از ستريس في سيتويشن متشدد جدا، وبتبدا بعد ذاك تشرب بانجو سموكينج كانابيس درينكينج الكحول تو از سيلف ميديكيشن، ودي بتحصل كثير. تمام، بعد ذاك الريسك بتاع اذا عندك عندنا مثلا احنا في السايكاتريك نون كيس اوف شيزوفرينيا اور نون كيس اوف بايبولر وماشي جدا هو ستيبل، لكن الستريس ده ممكن يزيد الريسك، حتى لو هو يزيد الريسك بتاع الريلابس حتى لو هو بياخذ الميديكيشن. بعد ذاك الستريسفول سيتويشن بتاعت البانديميك دي ممكن اي زول عنده مشكله بتاعت باطنيه تخلوه يتدهور بزياده. طيب واخر حاجه والناس ممكن يكونوا سرحانين منها جدا الايام دي، الدوميستيك فايروس اللي هو العنف المنزلي، كل الناس الايام دي ما بتطلع بسبب السوشيال ايزوليشن، ما بتتفسح، متنشنين هم واسرهم واولادهم، اولادهم ما بيطلعوا، الراجل حصل له فاينانشال بروبلم، دي كلها بتخليهم في بيكون عندهم الريتبل مود بتخليهم ممكن تحصل دوميستيك فايروس، ودي حاجه لازم الناس تنتبه لها، العاملين في المجال الطبي وكذلك الناس الجمعيات وناس السوشيال وركر تحديدا. فانا متوقع نسبه الدوميستيك فايروس العنف المنزلي تزيد خلال الفتره دي. طيب اوكي اعتقد ان احنا ماشيين كويس. انفورشنتلي الناس الحاضره اللايف ما كثيره، لكن ان شاء الله اللايف في النهايه هيكون نازل ومسجل وممكن اكبر عدد يستفيد منه لاحقا. طيب in the meantime when you seek the help for the general population، يعني اذا انت جاتك ايام no sleep for days، اربع خمس ايام اسبوعين نومك فيه مشاكل، عندك insomnia تمام، or عندك loss of appetite for several days، او السفرنج بتاعك become so extreme بقيت حاسس انك معاني بزياده، هنا تبدا انت تكونتاكت وذ سايكاتريست اور سايكولوجيكال سايكولوجيست كونتاكت ذم تمام، اور ثينكينج اباوت ديث اور هارمينج تو سيلف سوسايدال ايديا، اور ذير سو اكستريم تشينجز ان ذا مود بقيت ان ذا لو مود فور مور ذان 2 ويكس كراينج سبيلز فيلينج انشس فيرفول فوبيا فور يعني فور يعني فور لونج دايز، الموضوع طول معك شديد، هنا انت بتحس ان الموضوع طالع من النورمال بتاعك، انت هنا تبدا تكونتاكت الناس الخبراء.
برضو بيرسبشوال تربل اللي هي دي اذا بتسمع اصوات او تشوف خيالات اللي هي طبعا بتيجي دائما مع السايكوزس. اوكي طيب لكن انتوا بالنسبه لكم كاطباء كيف انا اقدر افرق اذا يعني مثلا في العياده بتاعتي انا دكتور جراحه او انا جي بي او انا دكتور اوبس يعني واحد من المرضى بتاعي واشتكى انه عنده ستريس سواء انه عنده مرض مع يعني كان جاي بمشكله تعب باطنيه او غير جاي غير باطنيه طب انا كيف اعرف انه ده في النورمال ستريس ولا ماشي بزياده عن الستريس الزايد طيب اوكي اوكي محمد حسن سال قال هل اكثر عرضه لحدوثيات واحد من الامراض دي بنجيها بعدين اللي قدام محمد ذاكر انا طيب انت كدكتور دورك كيف تفرق بالنسبه لمريضك بين السوشيال بين نورمال ستريس وال يعني ستريس اللي هو داخل مرحله المرض قال لك تساله عديل what are the predominant feelings or behavior and how long have they been experienced for تساله انه الموضوع ده مؤثر يعني عليك الاكثر حاجه مؤثر عليك ايه والموضوع ده اخذ معاك قد كيف تمام لما يكون فتره طويله معناته الموضوع ده ماشي معه سيريس يعني يوم يومين اوكي لكن لما تحس الموضوع ماشي معه ايام طويله او دخل على اسابيع دي هنا should be to take it serious how did they different from usual psychological baseline what does what this mean دي معناها انه بتساله سؤال تقول له انت بالمقارنه ب حالتك الستريس اللي عندك ده زمان قبل حاله قبل الوضع بتاع البانديميك ده لما يجيك ستريس سيتويشن هل كنت بتتاثر بنفس الدرجه دي ده الطبيعي بتاعك بتاع التاثر ولا التاثر حاليا جاي بزياده بقول لك لا والله جاي بزياده ما زي يعني حتى لما يموت تحصل لي مشكله زمان في حياتي ما بتاثر بها بالدرجه دي فين انت شود بي تيك سيريس تمام يلا السؤال الثالث واللي هو بيساعدك جدا في انك توضح اللي هو how they affected usual functioning او زي ما بقول impact الامباكت ده سؤال مهم في كل الطب لما يقول لك انه اثر علي من ناحيه في الفانكشن بتاعي my job in the, in, في the hospital in job in the house الواجب بتاعي تجاه اولادي تجاه زوجتي الحاس انه هو مقلل في حياتي وما قادر بسبب الاسترس دي هنا انت should be برضو also take it serious طيب انا هاخد حاجه مره واحده وهنمشي طوالي عن بالنسبه للجنرال بوبوليشن طيب قبل ما نمشي للجنرال بوبوليشن سوري هنا في سلايد تتكلم عن النسب اللي حصلت للجنرال بوبوليشن اللي لقوها في الكوفيد 19 بالتحديد في تشاينا لقوا انه a month after covid 19 epidemic hardest hit areas in china the prevalence of ptsd among general population is 7% مش اشد مناطق تعرضت للكوفيد 19 لقوا انه 7% من الجنرال بوبوليشن جاتهم بي تي اس دي وده رقم كبير بالمناسبه. In previous study post SARS لقوا انه البريفلنس كان 3.7 SARS لقوا 3.7 والكوفيد 19 7 فده اعتقد انه الكوفيد 19 يعني ده رقم ما سهل وفايت السارس حتى هو بمسافه سو ده بيوريك انه نحن لازم ننتبه لل لل لازم ننتبه للموضوع بتاع البي تي اس دي دكتور القاسم بيعلق دكتور القاسم ان شاء الله بعد ما انتهي المحاضره دكتور احمد مامون حيعمل لها سيف وحننزلها في اليوتيوب ان شاء الله ممكن تنزلوها في اليوتيوب ممكن تنزلوها في كل الميديكال كل الميديكال جروبس كل العلم مرحب انه يتم مشاركته للجميع تمام اوكي ليتس نكمل طيب الادفايسز الايه اللي بنعملها للجنرال بوبوليشن تحديدا هي طبعا فيها جزء للكوادر الطبيه لكن انا هعمم هنا يعني هبدا هعمل كده جزء وكده جزء بحيث انه في بعض حد مشترك في حد ما مشتركه طيب يا جماعه دائما eat well sleep well exercise at home الحي ده بيستهزئ بها انتوا كاطباء بتنصحوا بها الناس لكن انتوا ذاتكم احنا ذاتنا ما بنعملها تعالوا قولوا انتوا ذاتكم لكن حدخل روحي برضه معاكم احنا ذاتنا ما بنعملها او حتى لما نعملها ما بناخذ سو سيريس يعني يا مال الحياه دي جدا بتفرق جدا في انها غير انها تخلي صحتك الجسديه كويسه بتخلي صحتك النفسيه كويسه جدا تمام اكل كويس نوم كويس اعمل اكسرسايز في البيت اتمشى اعمل لك تمارين رياضيه خفيفه على الاقل حافظ شويه بتقلل لك الاسترس غير ان هي بتحسن اللياقه بتاعتك الفيتنس بتاعتك
بتقلل النيجاتيف فيلينجز اللي عندك. ليرن نيو ثينجز، استثمر الزمن ده، اقرا كتاب جديد، اعمل حاجه في مجالك، اتعلم حاجه جديده تغير لك جو. طيب الحاجه الرابعه اللي انا صراحه بتهمني جدا، stay informed but do not overload it. What does that mean؟ دي معناها شنو؟ دي معناها انه انه انت يعني الناس بتقعد في الاخبار، تفتح الاخبار والواتساب والفيسبوك 24 ساعه في اليوم 10-15 مره، الكوفيد 19 وصل كم كم في السودان، كم معارف في العالم، الاصابات وصلت كده، الوفيات وصلت كده، ايطاليا اسوا، ما عارف وين هنا، الصين ده. يا جماعه لما تكون طول اليوم قدام التلفزيون بخليك سو ستريسفول، فانت خليك مواكب. يعني افتح التلفزيون مره الصباح، مره بالليل، مرتين، انا بالنسبه لي شايفه كفايه. يعني هو ما حيتغير كثير شديد لما تفتح 10 مرات، غير انك تبقى وتنشي. فانت خليك انفورمد لكن ما تبقى اوفرلودد كده، ما كويس. تمام، يلا اعملوا حاجه اسمها ريلاكسيشن تكنيك. انا اعتقد الريلاكسيشن تكنيك دي انتوا لو اخذتوها الليله لكم وللجنرال بوبوليشن هتكون حاجه جميله جدا، من اهم حاجه تاخدوها. الريلاكسيشن تكنيك اللي هم ثلاثه حاجات، هم الديب بريف والمسل تايتنس والكلير مايند. اللي هم ده شنو؟ هي دي حاجه بيعملوها الاخصائيين النفسيين والاطباء النفسيين، وكذلك العلماء اثبتوا ان هي بتساعد في تقليل الاسترس بالنسبه للافراد. اللي هي دي شنو؟ هي دي بعض الحاجات التكنيكس اللي انت بتعملها بتساعد تقليل التنشن لك. طيب اول حاجه الديب بريف، دي اللي هي انت بتيجي كده بتاخد شهيق كده لمده 4 ثواني من غير ما تعد، يعني بس كده، بعد ذاك بتطلع زفير 4 ثواني، وبتكون انت بحاول انك تكون مركز معاه. تمام، وتعملها كم مره، والكلام ده جربوه وجربوه دكاتره بالمناسبه، عشان ما تقولوا انتوا فواز ده بطلص فينا ولا تقول لنا كلام حلو، جربوه دكاتره وفعال جدا في التنشن. تمام، المسل تايتنس، حاول انك انت تبدا تهبش عضلات جسمك. تمام، زي بتعمل لروحك مساج بتقلل لك المشاكل اكتر. بعد ذاك الكلير مايند، انا برضو بحبها هي والديب بريث. الكلير مايند دي يقولوا انه انت تيجي مثلا ترقد لك فوق كنبه، لاي اون ارقد لك في كنبه، اند كلوز يور ايز اند حاول انك انت ثينكينج اباوت سمثينج يو لايك ات او يو لاف ات، مثلا بناس بتحبهم، سفره نفسك تسافرها، الوان بتحبها، المهم اي حاجه انت بتتذكرها. دي بتساعد جدا تقلل الاسترس، بسموها كلير اوف مايند، تكون قاعد مستلقي ومغمض عيونك وتخليك تفكر في حاجات وتعملها كده مثلا ربع ساعه 10 دقائق، بيساعد جدا. كلير اوف مايند والديب بريث اتس سو يوزفول، صدقوني حاجات بسيطه لكن بيساعدوا جدا. تمام، اوكي. يا دكتور محمد حسن، يو ار رايت. طيب دي صوره، ايوه في دي صوره عن الحاجات الادفايس اللي قلناها بالنسبه لل هاو تو كوبينج وذ ستريس اوف الكوفيد 19. في حاجه هنا مهمه جدا بالمناسبه، قبل ما امشي للنقطه اللي بعديها، اللي هي الحته بتاعت يا جماعه لازم نفرق بين السوشيال ايزوليشن وبين الفيلينج سوشيال، سوري سوشيال ديستانس، وبين الفيلينج او بتكون بيكم الون او فيلينج لونلي. يعني انت كون انه انت سوري كون ان انت متباعد من الناس ده معناته انه ما يعني عامل مسافات، ما معناته انك تقعد براك وتنعزل مع نفسك وما تكلم زول. العزله والشعور بالوحده تدخل مشاكل، بدخلك في مشاكل نفسيه سواء كان في بانديميك ولا من غير بانديميك. العزله ما كويسه، انت ممكن تكون عايش براك، وممكن تكون مثلا زي الناس اللي بيشتغلوا الايام دي في الكوفيد 19 تيم، قاعدين براهم واي واحد عنده غرفه براها، لكن تكون متواصل عن طريق التلفون، تتصل لزوجتك، تتواصل مع اولادك، تضرب للحجه، تضرب لابوك، تضرب لاصحابك، تخش الواتساب، تضحك، المهم انه انت متواصل وما حاسس انه انت براك. فالتواصل ده بقلل الاسترس جدا. فيا جماعه نفرق بين السوشيال ديستانس، ها؟ السوشيال ديستانس والفيلينج الون، اوكي؟ تيك كير بالله. لانه هي ريسكي جدا. اوكي. نجي بعد ده الجزء من المحاضرة ده، أنا ما حاجيب فيه كتير، الجزء بتاع المحاضرة mental hospital and how to work، يعني هي بتهم أكتر حاجة الأطباء النفسيين والناس اللي بيشتغلوا في المستشفيات النفسية. طيب في some procedures
تتعامل في المستشفيات دي، سواء كان مستشفى منفصل لحاله او اذا كان المنتل هيلث ديبارتمنت از ديبارتمنت اوف جنرال هوسبيتال. اول حاجه زي ذا انذر سبيشاليتي وي ديفايد ذا تيم اوف ذا ديبارتمنت اوف ذا هوسبيتال تو تو ديبارتمنتس، كوفيد 19 تيم والنون كوفيد 19 تيم. كوفيد 19 تيم ده بيكون عندهم دكتورز النيرسز الميديكال ستاف براهم بالمرضى بتاعينهم، ونون كوفيد 19 ديل للنون كوفيد بيشن ديل براهم. تمام اوكي. طبعا بنعزل الارياز وبنقسمهم وما بنخلي المرضى مع بعض، وحتى الطاقمين الطبيات ما بيختلطوا مع بعض. طيب انت بتكون بتعمل شنو؟ يعني انت عندك يلا الادميشن، تذكر في الادميشن يا جماعه بعدين لما تشتغلوا، يعني طبعا قدر الامكان بنقلل الادميشن الا للسو سيريس كيسز. عندك مثلا سيريس سوسايدال اتيم، عندك بيشنت ريفيوز ايت او درينك فور لونج تايم، كاتونيك بيشنتس، بيشنت ثريتنينج تو اذرز تو هيت ذم، اور انذر سايكاتيك ايمرجنسي ذي نيد تو ادميشن. طيب حتى لما تيجي تقرر تعمل ادميشن يو شود بي تعمل له سكريننج اللي هو ترياج، بالاضافه طبعا اذا قررت تعمل ادميشن تعمل له سواب. تمام. وفي حاجه بيعملوها في المستشفيات انه لو اضطرت انك تنومه بتقوم بيعمل بيقسموا المستشفى نفسها انه بيخلوه فتره براه في العزل برا از 2 ويكس، يعني الشورت ستاي بتبقى 2 ويكس. في ال 2 ويكس اذا ظهر 2 ويكس بعد ذاك انت بتقرر انه انت بيخلوه 2 ويكس في الشورت ستاي عشان لو في اي علامات تظهر. تمام، عشان ما يكون مثلا ما ظهر عليه علامات وتقوم تنومه في جسم النون كوفيد ويقوم يعادي لك ناس النون كوفيد. ففي الشورت ستاي بتخلوه 2 ويكس لحد ما تتاكد، بعد ذاك تقرر تنومه في الكوفيد ولا النون كوفيد. تمام. بعد ذاك واحده من التغييرات برضه حصلت، كل العيادات بتاعت الاو بي دي سايكاتريك اتغيرت، بقت تري سايكاتريك لايك انذر ديبارتمنتس. والتري سايكاتريك بالمناسبه هم من زمان شغالين بيهم، في عديد من الدكاتره بيشتغلوا بالسكايب بالفيديو كولز حتى قبل البانديميك. يعني طبعا هو ما في النهايه ما بيعوض الفرق بين المقابل الانترفيو فيس تو فيس، لكن يعني اتس سو هيلفول بالنسبه لسيتويشن زي دي وحتى قبل البانديميك. طيب اوكي. بعد ذاك بتعمل سيرفيلانس تيست فور ذا ستاف، كل فتره تفحص عليهم وتتاكد انه، لانه ممكن بالمناسبه هم يكونوا لقطوا عدوى من واحده من المرضى جوا، او ممكن واحد من الستاف جاب مرض من برا مشى مثلا السوبر ماركت يشتري حاجه لاولاده حتى هو لابس كمامه وكده، كل لقط من برا يكون بالمناسبه ممكن يجيب هو الستاف المرض جوا المستشفى. الكلام ده بينطبق على كل الاجسام. تمام. في حاجه جميله جدا بيعملوها برضو الستاف دي بريفنج ميتنج ثرو فيديو كول، ودي ما بس للسايكايتريست، اول اوف ذا تيم اوف ذا دكتورز، اللي هي دي شنو؟ دي حتى معموله في كل السيتويشن لما تحصل اي ستريس فور سيتويشن. اوكي اوكي اللي هي دي شنو؟ بيقعدوا الدكاتره مع بعض طبعا ممكن عن طريق الفيديو كولز عشان نعمل كول عشان نعمل سوشيال ديستانس، وبيتكلموا اي زول بيعبر عن الاستريس اللي حصل له خلال الاسبوع او الاسبوعين الماضوا، ويبدوا الناس يتكلموا ويدعموا بعض. البريفنج ده مفيد جدا وبيقلل التنشن وبيقلل الاستريس، وفي بعض الدراسات بيقولوا انه بيقلل الريسك بتاع البي تي اس دي. تمام اوكي. ده دكتور بيعمل ميتينجز مع زملائه من الاقسام الثانيه او من السايكايتريك، فالفيديو كولز حلت كميه من المشاكل. طيب نيجي خلاص احنا قربنا المحاضره خشت على 40 اكثر من 40 دقيقه، لكن احنا ماشيين كويس. اوكي الفرونت لاين ميديكال تيمز، الفرونت لاين ميديكال تيمز و اللي بيحصل لهم. طيب يا جماعه الفرونت لاين ميديكال تيمز اللي هم كلهم الاطباء دكتورز نيرسز ذا كليننج ستاف بالمناسبه في الهوسبيتال مع الناسهم السكيورتي ناس اللاب الفارماسي الراديولوجي تكنيشن كل الطاقم الطبي اللي اي زول فيهم شغال في المستشفى. طيب لازم احنا نضعه في الاعتبار. طيب اللي قال لك ذا مين بروبلم فور ذيس ذيم از بيرنينج اوت. اكشولي بيرن اوت از ا كومون امونج بيبل اوف ا ميديكال فيلد ذاتس بيفور كوفيد 19. قال لك اصلا البيرنينج اوت للاسف كثير خلال الكوادر الطبيه، وده بيجي لاسباب كثيره، طبيعه العمل الشفتات الكثيره الامتحانات
الستريس بتاع البيشنت بمرض او بيتوفى، بريكنج باد نيوز، كميه من التفاصيل، الشغل في الطوارئ، نقص المعدات. المهم الميديكال كلكم عارفين الكوادر الطبيه مدى التنشن اللي بتيجي للميديكال ستاف، فدي بتدخلهم في بيرنينج اوت، وده ممكن نربطه مع بدايه المحاضره لما يحصل كرونيك ريسبونس، انه الشخص لما يطول عليه حياه دخل في اكزوشن. طيب البيرنينج اوت ده اللي هو بالعربي بيسموه احيانا الاحتراق الوظيفي، وهم يقولوا انه في 3 فورمز اوف البيرنينج اوت. الفورم الاول ايموشنال اكزوشن، بتحس نفسك انه انت نفسيا استهلكت، تمام. اثنين ديتاتش اور ديسكونكتد، تلقى زميلك او تلقى نفسك كده سرحان كده وطاشي وما مجمع وشنو، تمام. نمرة ثلاثة ريدكشن اوف سنس اوف بيرسونال اتشيفمنت، بقيت انه انت حاسس انه انت ما ساتسفاي بنفسك وبانجازاتك. طيب ده از جنرال يعني. طيب البيرنينج اوت او زي ما قلنا انه هو اصلا من زمان موجود في الكوادر الطبيه، وبالتاكيد مع البانديميك نسبته حتزيد. وعشان تفهموا البيرنينج اوت ده بلغه ابسط شويه، مش مرات لما تشتغل كده مثلا سنه سنتين، مثلا لك زي ما اخذت اجازه وما اخذت راحه، تلقى انه نفسك انه بيجيك ايام انه انت ما مستحمل، ما حاب الشغل، شغال بإذا مينيمم تشارج اوف ذا انرجي بتاعتك، ما قادر تستحمل اي حاجه زياده عليك، صبرك على نفسك وعلى زملائك وعلى المرضى بقى ما زي زمان، وانت حاسس انه انت ده ما ادائك الوظيفي. ده هو البيرنينج اوت، لما يجيك وياخذ معاك اياما ده هو البيرنينج اوت، تمام كده اعتقد الصوره وضحت. طيب يعني دي صوره الدكاتره عند البيرنينج اوت ستريس سيتويشن. طيب هنمشي هنرجع تاني للبيرنينج اوت، لكن في السلايد دي قال لك during the SARS، في الدراسات اللي اتعملت مع السارس الاوتبريك 27% of healthcare workers reported psychiatric symptoms خلال الجائحة بتاعت السارس، لقوا انه 27% من العاملين في القطاع الصحي جاتهم مشاكل امراض نفسية، سواء وده رقم ما بسيط يعني، اكثر من الربع، ده رقم ما بسيط يعني. لو عندك 100 دكتور 27 دكتور وممرض وكادر طبي جاتهم مشاكل، والكلام ده قال لك حتى بعد نهايه الايزوليشن. طيب قال لك الفرونت لاين ميديكال ستاف شو هاير سكور اون ذا فير اون انكزايتي ديبرشن انسومنيا، وده رد على اسئله بعض الزملاء في الكومنتات. اعلى حاجه الانكزايتي والديبرشن والانسومنيا، تمام. The symptoms are more common severe in female workers، ولقوا انه كمان هي اكثر شويه عند الفيميل ميديكال تيمز. طيب هو ايه العوامل اللي ما نحن فاهمين انه انتوا يا جماعه معاي، ولا انا شويه قطعتها لانه شايف انه في زمن كده الناس ما ظاهره. اوكي هاهدي شويه بحيث انه الناس ما تطش مني. اوكي يلا نكمل. دكتور محمد حسن معي. طيب الفاكتورز دي تو بيرن اوت ريليفنت تو كوفيد 19. طيب هو اللي بيزيد البيرنينج اوت بالاضافه للحياه اللي بتيجي اصلا للطواقم الطبيه، بيزيد البيرنينج اوت شنو الايام دي؟ اول حاجه بسبب الوضع بتاع الكوفيد 19، وان هو كل يوم في نيو ميجر مش بتحصل، في كيوس حاصله، كيوس يعني فوضى. الفوضى دي بتزيد الستريس والبيرنينج اوت على الميديكال تيمز. نمبر اثنين اللاك اوف ريسورسز، لاك اوف بي بي اي، لاك اوف ماسك، لاك اوف ديسانفكتد جيل، lack of specific treatment، دي كلها بتزيد البيرنينج اوت والستريس على الميديكال تيمز. الثلاثة lack of support، دي مشكلة يعني lack of support from your colleagues or your seniors، دي بتزيد البيرنينج اوت. بعد ذاك feeling afraid to be contaminated by themselves or bring to their families، يعني بكون خايف انه طبعا يوم مرض هو نفسه او ينقل لزملائه او اقصد لاسرته، اولاده في البيت او ابوه او امه اكبر منه في البيت، فده بزيد البيرنينج اوت عليهم. طيب قال لك برضه الدكتورز مي بي فيل شيم ديو تو فيلير تو هيلب ذير بيبل،
وبرضه ممكن الدكتور بيكون حاس انه طيب انا داير اشتغل لكن اقصد ما داير يعني داير اشتغل ودار اساعد وبيكون خاشي في ديليما انه هو داير يساعد لكن ما قادر يساعده والناس اللي بيموتوا قدامه فده بدخله برضه في ستريس يعني انه هو داير يساعد لكن ما قادر ما بيده حيله فكل السيتويشنز دي وكل الحاجات دي بتزيد البيرنج اوت على الطواقم والكوادر الطبيه. تمام انتوا معي ممتاز ايوه انا دي بتخليني انه انا اكون هناك ممتاز. طيب انت ككادر طبي كيف تقدر تتعامل how to cope with this burning out for you يعني مع مع الـ مع الكوفيد 19. طيب الـ اول حاجه avoid stress related behaviors such as complete isolation, eating wrong, sleepless. اللي هلا قلناه نفسها هناك في الكوبينج فور جنرال بوبيليشن ما تعزي نفسك خليك متواصل مع الناس حتى لو كنت من الكوفيد 19 تيم تواصل مع الناس ما تنقطع تمام اكل كويس نوم كويس تمام نمبر 2 تيك تايم تو راشنلايز ذا ريسك اوف انفيكشن تو يور سيلف اند يور فاميلي يعني ما حاول دائما تمنطق الحياه يعني قبل جاني العيان داك انا والله خايف انه يكون مرضني او حصل لي من اي اوكي راجع انا والله كنت لابس الماسك كنت لابس الجاون كنت متعقم عملت وسو فانت ابدا فكر بطريقه راشنال عشان ما تخلي الراشنال ثينكينج ياثر عليك من ناحيه بتاعه الاسترس. نمرة 3 ريكوجنايز اند اكنولدج وات ار يو فيلينج دايما عبر عن نفسك اذا جاتك اي شعور بتاع بيرنينج اوت او ستريس اتكلم تمام بي براود اوف يور امبورتنت رول خليك فخور بنفسك. طيب دي انا حجي فيها شويه كده هي دي نحن يا جماعه قاعد نقوم بدور كبير جدا ككوادر طبيه in the whole in the world اوكي سواء في البانديميك او قبل البانديميك خصوصا الايام بتحديدا يعني الناس شغاله وبتجتهد وكده فليكم الحق انكم تكونوا فخورين بنفسكم تمام طيب هي بس اللي بيحصل انه احيانا فتره من الزمن انه الاطباء والكوادر الطبيه كلهم كل الطواقم بيجوا من صيادله وممرضين واللي بيجوا حاسين انه في سوء استخدام لحكايه انهم يكونوا فخورين بنفسهم ليه لانه بتحصل اي سيتويشن يجيك مرافق او مريض يحاول انه لغرض معين في راسه او تقصير لسبب معين في المستشفى ما غلط الدكتور او ما غلط الطاقم الطبي لكن هو بحمل الكنترول فيبدأ يقول له انتم مدعيتم ملائكة الرحمة او الطب الانسانية فالكلام ده بسبب الابيوز له خلى احيانا الدكاترة بيقوا ما بينظروا الموضوع بمهنة انسانية لكن خلينا نقول انه اساءة استخدام المعنى لا يعني خطأ المعنى بل يعني انه الناس بيسيء استخدام الحاجة تمام وده ما دركت فيه كلام لكن انتم ما تركزوا مع الكلام ده وانتم عارفين انه احنا بنعمل ده فيه اجر تعرف انه فيه من حقكم تفخروا بنفسكم حق انكم بتعملوا في حاجه كبيره وانه ده لكم حق انتوا اهاليكم واولادكم يفخروا بيكم تمام لانه بتعملوا فيه ده ما ساهب شويه. ومحمد حسن علق قال انه قله النوم صعبه نتفاداها لكن انت ممكن والله ممكن يعني في النهايه انت بتحاول انه علق لما ترجع من الشغل ها بعد ما ترجع من الشغل انه انت تنوم يعني ما تقعد تساهر او تمسك التلفون او كده. طيب اوكي واخيرا don't hesitate to seek support from your peers ما تتردد ما تخجل حاسس بستريس حاسس بديبريشن حاسس بانكزايتي حاسس بPTSD امشي لزميلك المعاك في الER زميلك المعاك في الميديسين الكونسلتنت بتاعك احكي له احكي لزميلتك شوف الحسيت بال شوف السايكاتريست اللي معاك في المستشفى شوف يور سايكولوجيست كونتاكت ديم اتكلم عبر عن نفسك يا جماعه الناس دونت فيل ذا شيم دونت فيل هيزيتيت انها تتكلم اوكي طيب وات كان تيمز ممبر دو طيب دي مهمه برضو انا شغال احنا شغالين مع بعض كلنا ناس خلينا نقول مثلا ناس الاي ار او ناس انتوا شغالين مع بعض يو فيل يو يور كوليجز هي هاز ا بيرنينج اوت اوفر ذيم اوبورتونيتي تو توك تعال يا فلان انا حاسس بيك الايام دي ما كويس مالك في شنو شجعوا منهم يتكلموا بي كايند كونسيستنت اند ريأشورنس يا جماعه نحن وي ار سو
الايام دي بسبب الاسترس بليم ايتش اذر، بنختلق مشاكل مع بعض، بنلوم بعض، بنقصر مع بعض، والايام دي نحن محتاجين نكون مع بعض so supportive and stand each other together stand together to عشان نقدر ندعم بعض، تمام؟ فالناس تبقى تقيف مع بعض، ما تبدا تغلط بعض. وانا عارف انه ده بيحصل ليه، لانه والله هم غلطانين في يستلموا الحاله وما عارف شنو. اوكي، انا مع انه يتم الناس تتكلم عشان تصلح الجوده بتاعت الشغل، لكن اللوم الشديد مع الاسترس ده بيعمل مشاكل وما يعني سلبياته اكثر من ايجابياته. بعد ذاك انكوريج جود سيلف كير، يا فلان انت ليك من قبل ما شفتك فطرت، امشي افطر. يا فلان انت شغاله كم 15 ساعه؟ لا يا اخي دوم، ما تمشي البيت، تعال انت غطي. يعني الناس تكون مع بعض وتاخذ بالها من بعض، تمام؟ and help them to explore the cause of the stress. شوف اي زول مشكلته شنو، حاول انك انت تساعده. وبرضه نعمل الديب بريفنج اللي تكلمنا عنه هناك في المينتال هيلث هوسبيتال، انه الناس تقعد مع بعض بالسوشيال ديستانس المناسب وتتكلم وتعبر. الديب بريفنج هو بيكون يعني ما بيكون نفر او نفرين، بيكون مثلا 8 7 10 انفار بالفيديو كولز، الناس تتكلم فيها كلها مثلا كل اسبوع اسبوعين، وتبدا تعبر فيها عن المشاكل اللي واجهتها في المستشفى وكيف تتعامل معها. اوكي، then دي صورة هنا عن كيف الناس تكون مع بعض. طبعا ما اخفيكم سيرنا، صورنا جايب عليكم شرك. ايوه اي تو ما اعرف شرك دي كيف في الكادر الطبي حيقبلها ولا لا، لكن ايوه الناس تقف مع بعض وتساعد بعض وسبورت ايتش اذر، لكن يا جماعه برضه نحافظ على السوشيال ديستانس. ها اوكي، طيب خلاص انا جيت على اخر المحاضره. نزلت لكم عده ارقام بتاعه السبورت. عندكم اول حاجه مركز الاحفاد، زملائنا علماء سايكولوجيست في مركز الاحفاد عاملين مبادره بانهم يساعدوا كل الناس المحتاجين حاسين ببيرنينج اوت. هم اكثر حاجه مركزين، قالوا انهم سمعت انا انه بيساعدوا الكوادر الطبيه مجانا، والجنرال بوبليشن برضه ما بقصروا معاهم، لكن عندهم يعني مساعده خاصه للكوادر الطبيه اذا حاسين انهم هم جاتهم اي منتل هيلث ديس اوردر ديو تو ذا الكوفيد. نزلت لكم الارقام هنا، برضه نزلت لكم الارقام بتاعت الدوميستيك فايروس. انا ما عاوز الناس تسرح منه، لانه صدقوني حيكون في كميه من البيوت حاصله فيها مشاكل. عندكم اي زوله او زول او اي زول متعرض للدوميستيك فايروس، الارقام متوقعين انه مع القفله دي انه الحاله دي ترتفع، فيتواصلوا معاهم عشان يساعدوهم يعملوا لهم دعم، تمام؟ هنا ده هنا رابط الفيديو بتاع ريلاكسيشن تكنيك، ممكن تنسخوه بعدين كتابه، ولو حابين ممكن انزل لكم في الكومنتات او تشوفوه كتابه وتنسخوه. بوريكم وشرح لكم كيف تعمل ريلاكسيشن دي بتاع الديب بريث وبتاع المسل تايتنس والكلير اوف مايند، وصدقوني مفيدات جدا ممكن كلكم تعملوها الايام دي. اوكي طيب، هنا دي صورة بتاعت ميدان الاعتصام 2019 رمضان السنة اللي فاتت بتاعت العيادة، بس انا نزلتها عشان اوري ان احنا كالشعب السوداني زي ما قدرنا يعني ننجح في الثورة وقطعنا فيها شوط كبير. الان هي مستمرة لكن قطعنا فيها شوط كبير جدا، والجزء الاول من الثورة الناس نجحت فيه، وان شاء الله حنقدر نتخطى الازمة بتاعت الكورونا، وان شاء الله ربنا ينصرنا وينصر كل الناس في العالم. طيب هذا كونكلوجن، اهم مسج تطلعوا بيها: كوفيد 19 بانديميك افكت منتال هيلث اوف ذير انتاير بوبيليشن انكلودينج هيلث كور بروفايدرز. الكوفيد 19 بياثر على الصحه الجسديه والصحه النفسيه على الافراد وعلى العاملين القطاع الصحي. بيرنينج اوت از كومن امونج هيلث كير، اصلا هو موجود البيرنينج اوت وبيزيد كمان مع الكوفيد 19، موجود في القطاع الصحي ومع حتى قبل الكوفيد 19 وزاد مع الكوفيد 19. انجيج ان هيلث لايف ستايل تو ديكريز المنتال ستريس، يا جماعه يعني اللايف ستايل اوف هيلثي لايف ستايل، الاكل الكويس، النوم الكويس، الرياضه والسوشيال كونتاكت مهمه جدا. لما تشعر بمشكله
seek help, offer help for your colleague, and الناس تكون شنو stronger together, stronger together. أعتقد كده وصلنا نهاية المحاضرة. Special thanks for all الناس المستمعين. شكرا لكم جميعا. شكرا على صبركم. شكرا على متابعتكم. كل لكم المتابعين.